طيب، إذا كنا نتحدث عن أنه إزاي بيتم تقييم الانتقاد أو بيتم تقييم الجدل أو نقاش الدائر بخصوص عمل ما، حضرتك إيه رأيك النهاردة بما أنك يعني قلت لي أسألك زي ما أنا عايز وأنا كنت ناوي أعمل كده، الاتحاد العام للمنتجين العرب بكل كوادره العربية ومؤسساته الإعلامية المنتشرة ب18 دولة، عندما يصدر بيان من هذا الكيان الاتحاد العام للمنتجين العرب كيف تتعامل معه؟ يصف ام بي سي بانها شاشه العرب الاولى، لكنه ايضا يقول لام بي سي انتم هكذا تغيرون الثقافه وتمهدوا للتطبيع. نحترم كافه الاطراف التي يعني اصدرت بيانات، منها حرص، منها تنبيه، منها لفت نظر، في منها شعبوي، يعني في بتاع كله. بس خليني اقول لك انه بدون ما افوت بالتسميات، لانه ما شاء الله اليوم لفتني عده بيانات تتعلق فينا، شيء اتهمنا بتفكيك العالم العربي وشيء طلب منا بوقف برنامج الى اخره. وفي ناس، وصدرت تغريده الليله قالت اللي كنت انا قلته امبارح عبر برنامج زميل تريندينج على ام بي سي 4، قلت اللي مش عاجبه واللي عنده مآخذ على برنامج برانك شو فيه طبيعة المقالب مثل برنامج رامز، أو بخاف على أولاده منه أو على صحته العقلية لا سمح الله، ندعيه إلى عدم مشاهدته والبقاء مع أم بي سي، لأنه عنده خيارات متاحة كثيرة بنفس الوقت على مختلف القنوات. برنامج مثل رامز يعرض على 5 قنوات وعلى شاهد، وحصد تقريبا بيومين، أول يومين من رمضان، أكثر من 120 مليون مشاهدة بين يوتيوب وسناب شات وفيسبوك، أضف إليهم نسب المشاهدة. ليش؟ شو عم جرب أقول أنا؟ إذا أنت عندك مأخذ على برنامج رامز، أكنت مؤسسة أو فرد، حقك، ونحن نحترم حقك بالاختلاف ونحترم ونسمع منك، بس أنت لست بموقع أن تملي على الملايين من الناس ما يجب أن يشاهدوه. إذا عندك 200 مليون، إذا بتضيف المشاهدات على السوشيال والديجيتال، ضيفهم على نسب مشاهدة رامز بأول يومين من رمضان، بيطلعوا بأبعد تقريب 200 مليون شخص. منك بموقع انتقد، أعطيه ملاحظات، بس ما تملي مشيئتك على غيرك، لأنه أنت برأيك أنه هيدا مش منيح تشاهده.